السلام عليكم. النهاردة هكلمكم على موضوع البلانت كانسر أو سرطان النبات. قد يتساءل البعض هو النبات بيصاب بالسرطان؟ الإجابة بكل تأكيد يس، النبات بيتصاب بالسرطان. ده أنت هتستعجب لما أقول لك إن أحيانا النبات لما يعيا ترتفع درجة حرارته ويسخن زي البني آدمين. عندنا في طب النبات أو ما يطلق عليه البلانت ميديسن اللي أنا بسميه الطب النظيف، لأنك بتستمتع فيه بدراسة كل العلوم الطبية اللي بتدرس في كليات زي الطب البيطري أو الفيت ميديسن والطب البشري اللي هو الهيومن ميديسن، ولكن بعيدا عن التقيحات والمآسي الإنسانية المباشرة. يعني فالنبات بيصاب بالأورام السرطانية بالتأكيد. فإيه رأيكم علشان نشوف الموضوع ده ونشاهد الإصابات السرطانية ونعرف ميكانيكية حدوثها، إن إحنا نبدأ بتعريف السرطان؟ ده السؤال المنطقي يعني. فالسرطان في الواقع علشان نعرفه، إيه رأيكم لو بدينا من الأول؟ يعني تصور معايا إن إحنا جبنا واحد وقعدنا نكبر فيه نكبر فيه لغاية ما بقى ناطحة سحاب، هتتحول عينيه إلى شبابيك ومناخيره إلى بلكونة في هذه العمارة الضخمة. الخلية غير المرئية أو الانفيزابل سيل في جسمه هتبقى طوبة حمراء في هذه العمارة الضخمة. لو عديت الخلايا دي 1 2 3 هتفاجأ بأن عدد الخلايا في جسم الإنسان 100 تريليون خلية، صدق أو لا تصدق. انتوا عارفين التريليون قد إيه؟ التريليون 1 وقدامه 12 صفر، مليون مليون تريليون الواحد. انت في جسمك 100 تريليون خلية. انتوا عارفين عدد سكان الكرة الأرضية قد ايه كلهم على بعضيهم؟ 7 بليون. البليون 1000 مليون، يعني 1 وقدامه 9 اصفار، يعني 7 بليون يعني تقريبا 7 على 1000 من التريليون الواحد كل سكان الكرة الأرضية. انت في جسمك 100 تريليون خلية. لو رجعت لورا ايام ما كنت في رحم الام، انت بدأت بخلية واحدة اللي احنا بنسميها الزيجوت. هذه الزيجوت اللي هي طوبة واحدة، يعني نص الطوبة جاية من الاب اللي بيسموها الحيوان المنوي او السبيرم، والنص التاني جاي من الام اللي بيسموها البيضة او الاوفم. لما الاتنين اندمجوا مع بعض عملوا طوبة كاملة. هذه الطوبة الكاملة مشروع لكائن جديد اللي هو سعادتك. خلية الزيجوت اللي هي الطوبة الأولانية دي بتنقسم داخل رحم الأم إلى خليتين 4 8 16 وانت ماشي كده، فتتكون كتلة undifferentiated، كل خلاياها identical متطابقة مع بعضيها غير مختلفة. هذه الخلايا الكتلة من الخلايا اللي بتتكون دي بتبقى شبه التوتة بالظبط. انت عارفين التوت اللي احنا بناكلوه الابيض ده، فبتبقى كتلة عاملة زي التوتة. بعد كده تبدأ الخلايا الديفرنشيت، يعني تتباين وتتفرق في خلية أعصاب، خلية كبد، خلية بنكرياس، خلية جلد، خلية عضلات، خلية عظم، وانت ماشي كده. فبحيث ان الخلايا تتشكل، وبعد كده الانسان يديفلوب بقى، يطلع الدماغ والرجلين والدراعات والكلام ده، ويتكون ما يطلق عليه الفيتوس او الجنين داخل رحم الام. بعد 9 اشهر العيل بيتولد. لو كان ولد وتوزنه تلاقي وزنه 3 كيلو وربع، يعني 3 كيلو و250 جرام. لو كانت بنت يبقى وزنها اقل من الولد 100 جرام، يعني 3 كيلو ويمكن 150 جرام. ده الافريج المتوسط. بس لو عديت الخلايا بتاعت جسم الولد والبنت اللي هم لسه مولودين، انهم اللي بيسموهم نيو بورن بيبيز، تلاقيهم 100 تريليون خليه. ما بيختلفش العدد ده لما بيكبر، يبقى قد وقد كده. عدد الخلايا تقريبا ما بيختلفش سيجنيفيكانتلي او معنويا. على اي الاحوال، ان هذه العماره الضخمه دي اللي خلاياها 100 تريليون خليه، اثناء نشوئها تجد ان الخلايا بتاعت الجسم بتنقسم بطريقه متناسقه، بحيث ان الدراعات تنمو بنفس
بمعدلات تتناسب مع الدماغ ومع الجسم ومع الرجلين، بحيث يطلع في الآخر كائن متناسق الأعضاء. ما عمرناش شفنا كده دراع واحد عمال ينمو لوحده كده بمزاجه. في السرطان بقى ايه اللي بيحصل؟ اي خلية من الطوب الاحمر ده، اي طوبة حمراء في اي مكان في المبنى في الجسم يعني، فجأة كده تتشرد وتخرج عن النظام العام للجسم، فتتقلب بدل ما تبقى طوبة حمراء تبقى طوبة انتري كبيرة بيضة، اللي هو بيسموها اللايم ستون او الحجر الجيري، زي الطوب اللي بيستعمل في بناء الفلل والشاليهات في الساحل الشمالي. فالطوبة الحمراء اتقلبت بقت طوبة بيضة. تصور معايا بقى كده ان عمارة كلها مبنية من الطوب الاحمر، نشأ مكان الطوبة الحمراء طوبة بيضة انتري كبيرة. هي دي اول ظاهرة لظهور لنشوء السرطان. الظاهرة دي بيسموها الهايبرتروفي. هايبرتروفي يعني زيادة في حجم الخلية. هايبرتروفي دي كلمة مكونة من مقطعين، هايبر معناها انكريز او زيادة، تروفي جاية من كلمة لاتين اسمها تروف، وتروف معناها فود او غذاء. فهايبر تروفي يعني الخلية متغذية زيادة عن اللزوم. ادي معناها ان الخلية تضخمت في الحجم. ده مش كده وبس، الطوبة الانترية اللي اتكونت دي تفضل بقى تنقسم بمعدل سريع، فتديك طوبتين اربعة تمانية. تصور بقى ان طوبة انتري تنشأ في وسط المبنى وحواليها طوب احمر، وبعد كده تطلع برة تنقسم، فنواتج الانقسام مش الخلايا اللي حواليها مش قادرة تتمشى معاها، فتبتدي الكتلة من الخلايا دي تبرز للخارج وتعمل ما يسمى بالورم أو التيومر. هو ده السرطان. السرطان أحيانا يسموه كانسر، أحيانا يسموه مالجنسي يعني حالة المرض الخبيث يعني، أو ساعات يسموه نيوبلاجا اللي هو ورم. فأيا كان الاسم هم كلهم بيشيروا إلى نفس الشيء يعني. طبعا انت تصور معايا بقى ان خلية عادية اللي هي زي مثلا بدل ما شبهها بطوبة حمراء هقول عليها ليمونة. الليمونة دي بتنقسم كل مثلا فترة معينة. في الإنسان متوسط الفترة اللي بتاخدها الخلية عشان تنقسم تقريبا يوم، من 18 ل 24 ساعة، فنقوله يوم. فيبقى عندك انت ليمونة دلوقتي بعد ساعة، بعد يوم سوري، تديك ليمونتين. فجأة الليمونة تتقلب تبقى بطيخة شليان كبير. هو ده اللي بيسموه الهايبرتروفي. البطيخة الكبيرة بدل ما كانت بتنقسم كل يوم تنقسم كل ساعة مثلا، فتدي لك بعد ما تتقلب تبقى بطيخة تبقى بطيختين بعد ساعة، أربع بطيخات بعد ساعتين، وأنت ماشي كده 8 16 يعني، معناها بعد يوم هيبقى عندك شجر بطيخ. زيادة معدل انقسام الخلية ده بيسموه هايبر بلاجا، وساعات يسموه هايبر بليجيا، وساعات يسموه هايبر بليزيا. التلات طرق للنطق صح، إنما هايبر بلاجا هو النطق البريتش إنجلش المظبوط يعني. على اي الاحوال سميها زي ما تسميها، انما الورم السرطاني بينتج نتيجه ظاهرتين بالمنظر ده، هايبرتروفي زياده حجم الخليه في الحجم، زياده الخليه العاديه في الحجم، هايبر بلاجا اللي هو زياده معدل انقسامها، فيتكون الورم السرطاني. السلايد اللي قدامنا دي بتوري لك ملخص للي انا قلته ده. عندك في الرسمه الفوقانيه كده في دياجرام اهو، انا راسم ليمونه صغيره، خليه صغيره لونها اخضر، وبعدين بعد شويه اللي هو زي ما قلنا اليوم ده تقريبا بتنقسم تبقى ليمونتين. فبيسموا الليمونه الاولانيه، الخليه الاولانيه بيسموها المذر سيل، الخليه الاميه، على اساس انها بعد انقسامها بتدي خليتين اللي هم بيسموهم الدوتر سيلز. دوتر سيلز على اساس ان هم كانهم ولاد او بنات الخليه الاولانيه، فكانها هي امهم ولم وتولدت او الخليتين تولدوا عنها عن انقسامها، فيسموا دي ماذر سيل ودول دوتر سيلز. الفتره دي زي ما قلنا من 18 ل 24 ساعه اللي هو تقريبا يوم، دي بيسموها فتره الجيل الجنريشن تايم، على اساس ان الخليتين اللي ناتجوا دول اول جيل لانقسام الخليه اللي هي الماذر سيل. الجنريشن تايم مش كل خلايا الجسم بتنقسم في
او قادرة على الانقسام. يعني بعض الخلايا مثلا زي خلايا المخ العيل يتولد بيها النهاردة وتفضل في جسمه لغاية ما يموت لا تنقسم، فدي فقدت القدرة على الانقسام من بدري. انما في خلايا مثلا في الكبد لو انت شلت حتة من الكبد ورميتها تلاقي بقية الخلايا اللي اتسابت تنمو عشان تعوض الحتة اللي اتشالت بعد عدة ايام. فخلايا الكبد قادرة على الانقسام، فالخلايا القادرة على الانقسام في الجسم قد تأخذ 24 ساعة ده المتوسط، انما مش كل الخلايا القادرة على الانقسام بتاخد 24 ساعة. يعني خد مثلا الخلايا اللي هي مبطنة للماوس للبق والقناة الهضمية اللي هي الالمنتري كانال اللي هي فيها السمول انتستين مثلا الامعاء الدقيقة، الخلايا المبطنة للبق والالمنتري كانال بيسموها الابيثيليا، هذه الخلايا معرضة دايما للاحتكاك من الاكل اثناء الهضم يعني، ولذلك ساعات بتتلف، وعلشان كده لازم الخلايا اللي تحت منها تنقسم عشان تعوض الجزء اللي هو مفقود منها. ولذلك تلاقي الريت اوف سيل ديفيجن او معدل انقسام الخليه بيزيد، المعدل يزيد معناها الجنريشن تايم او وقت الجيل يقل، فتلاقي بتاخد 10 ساعات عشان تنقسم مش يوم كامل. في خلايا مثلا الجنين وهو لسه انت خليه الزيجوت احنا قلنا بتنقسم تديك خليتين اربعه، ففي المراحل المبكره من نشوء الجنين الخلايا بتنقسم في اقل من نص ساعه، فده معدل سريع قوي، فالجنريشن تايم بتاعها 30 دقيقه او اقل. فاحنا في خلايا مثلا في الجسم بتاخد 30 ساعه، فالمتوسط 24 ساعه. انما لما يحدث سرطان بقى، ده الرسمه موضحه الكلام ده في النص التحتاني من السلايد، عندك خليه على ايدك الشمال اهي نورمال يعني عاديه تحولت الى خليه ضخمه اللي هي لونها احمر وفي سهم مايل اهو مكتوب عليه ترانسفورميشن. يعني ايه ترانسفورميشن؟ يعني الخليه العاديه تحولت الى خليه ضخمه كانسرس يعني خليه سرطانيه نتيجه هذه العمليه اللي بيسموها ترانسفورميشن. يعني ايه ترانسفورميشن؟ يعني تحول، وبالتحديد جينيتك ترانسفورميشن، تحول وراثي. ليه؟ لان بيحدث في، انتوا عارفين الماده الوراثيه في الخليه عباره عن الدي ان ايه، والدي ان ايه تتكون منها الجينات، ففي مجموعه من الجينات بتتحكم في حجم الخليه وفي معدل انقسامها. هذه الجينات بيسموها الاونكوجينيك جينز، فلما يحدث فيها تغير ميوتيشن يعني تطفر فتفقد وظيفتها، فالخلية تخرج تتشرد وتخرج على النظام العام للجسم وتبدأ بقى تاخد أحجام أكبر من الطبيعي ومعدل انقسام أسرع من الطبيعي فيحدث السرطان. مين اللي بيحدث هذا التغير في مادة الدي ان ايه أو بالتحديد في الأونكوجينيك جينز؟ أسباب كتيرة بقى، ممكن الراديشنز مثلا الإشاعات زي ما احنا يمكن في ذهننا ما زال اللي هو مفاعل تشيرنوبل اللي هو انفجر ده، فنتيجة انفجاره طلعت اشاعات في الجو، الناس بقت خايفة ان ينشأ عندها حالات سرطان بسبب الاشاعات، لان الاشاعات بتخبط في الدي ان ايه وتتلفه وبالتالي ممكن تؤدي الى ظهور السرطان، فيحدث ترانسفورميشن بسبب الراديشنز. ممكن المواد الكيميائية تسبب ترانسفورميشن وظهور وحدوث السرطان، ويمكن المثال بتاع مادة السكرين اللي كان الجماعة الدايابيتك اللي عندهم سكر يستعملوه في تحلية الشاي، دي مادة كان زمان بتتباع وفجأة لقوها كارسينوجينيك. يعني ايه كارسينوجينيك؟ يعني قادرة على احداث سرطان، يعني بتعمل عملية الترانسفورميشن دي، بتحول الخلية العادية الى خلية سرطانية، فامتنعوا عن استعمالها دلوقتي وبقت ممنوع بيعها في السوق. فممكن الترانسفورميشن ده يحدث نتيجة إصابة ببعض الفيروسات، يعني فيروس الـ HIV مثلا اللي بيسبب مرض الإيدز. على فكرة كلمة إيدز اللي هو Acquired Immunodeficiency Syndrome ده اسم المرض مش اسم الفيروس اللي بيسببه. الفيروس اللي يسبب مرض الإيدز اسمه HIV Human Immunodeficiency Virus. هذا الفيروس لما يصيب الإنسان بيسبب له مجموعة من الأعراض بتنتهي في الآخر بموته. سبب الموت الرئيسي ليس كل الأعراض، ده ظهور حالة سرطان جلد
بيسموه الكابوسي ساركوما، نوع من سرطانات الجلد تحدث في مرضى الايدز. لما الفيروس ده يصيب الانسان يقوم الفيروس يؤدي الى حدوث ترانسفورميشن في بعض الخلايا فتتحول الى مين؟ الى خلايا سرطانيه. فالفيروسات ممكن ان تسبب خلايا يعني اصابه سرطانيه. هنشوف في النبات السرطان بيحدث نتيجه ايه بالظبط. بس قبل ما نتكلم على موضوع السرطان احب بس افرق بين مجموعتين من الاورام. مش اي ورم ينشا في جسم انسان يبقى ناتج عن اصابه سرطانيه، انما ممكن يكون ورم حميد. فاحنا عندنا الاورام، السلايد اللي قدامك دي، الاورام مقسمها لمجموعتين، بيناين حميده ومالجنانت خبيثه او كانسرس. ايه الفرق بين الاورام الحميده والاورام الخبيثه؟ الورم الخبيث هم اربع فروق بصراحه، يعني اربع صفات اذا الورم اكتسبها يبقى خبيث، مش موجوده يبقى حميد. يبقى اول حاجه ان الورم الخبيث تلاقي شكله غير منتظم، الرجله بيبقى عامل زي لقمه القاضي كده، ما تقدرش تقطعه بمستوى الى نصفين باي مستوى، افقي او راسي او مائل، اي مستوى ما يدكش نصين متماثلين ابدا. ولذلك يسموا الورم الريجولار او اسيمتريك، غير منتظم. اما الورم الحميد تلاقيه سيمتريك منتظم، تلاقيه عامل زي الكوره كده، تقسمه باي مستوى انقسام تلاقي بيكون نصين شبه بعض. ده أول صفة. الصفة الثانية إن الورم الخبيث يمتاز بإن نموه unlimited، غير محدود، يفضل ينمو 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 indefinitely إلى ما لا نهاية. الورم الحميد بينمو الحجم معين ويتوقف، يبقى ده تاني شرط أو تاني صفة. الصفة الثالثة اللي تخلي الورم الخبيث خبيث إنه بينفلتريت الهيلثي تيشو underneath، يعني يتغلغل في النسيج السليم اللي تحت منه. أما في الورم الحميد لا يتغلغل داخل النسيج السليم، محتواه يظل قاصر على ذاته، وبالتالي تلاقي الورم الحميد محاط بغلاف كده ليه في فايبرس من الخلايا المتليفة عشان تخليه عند حدوده هو، ولا يتغلغل في النسيج السليم. أهم صفة بقى الصفة الرابعة. الصفة الرابعة إن الورم الخبيث لما ينشأ في حتة بيؤدي إلى ظهور أورام خبيثة في أماكن أخرى من الجسم، ينتشر في الجسم، وهذه الظاهرة بيسموها الميتاستاسيز. الميتاستاسيز فينشأ ورم في المكان، أول ورم يبان يسموه برايمري تيومر، الورم الأولي. أي ورم آخر يظهر في أماكن أخرى يسموه الورم الثانوي، سكندري تيومر، وكلهم على بعضهم ساعات يطلقوا عليهم السكندريز، يعني الاورام الثانويه. كثيرا احنا بنلاحظ ان ناس كتير تشتكي من شكوى معينه، يروح للطبيب، الطبيب بيخطئ في تشخيص الحاله فيقول له دي حاجه بسيطه، خد بس ايه شويه سبرين ولا حاجه والحاله هتروح. يكون عنده سرطان بس سرطان مستخبي في الداخل، يكون سرطان في الكبد لا قدر الله او في الامعاء، مش باين، مش حاجه ظاهره من بره. فنتيجة ذلك ان العيان يفضل ياخد العلاج اللي موصوف له غلط نتيجة التشخيص الغلط، ويقعد مدة طويلة، الشكوى تزيد، يروح يكشف عند واحد تاني يقول له ده انت عندك حالة سرطان وحالة متأخرة نتيجة حدوث انتقال السرطان وانتشاره في الجسم، اللي هي حالة الميتاستاسيز اللي احنا بنقول عليها. طيب احنا عايزين نشوف الصفات دي في بعض الاورام السرطانيه. من الحالات السرطان المشهوره سرطان في الجلد اسمه الميلانوما، السلايد اللي جايه دي هتوريهولنا. بس انا عايز اقارن بين اعراض الميلانوما واعراض تانيه موجوده عندنا او تراكيب اخرى موجوده في جسمنا. انتوا عارفين السلايد اللي قدامكم دي بتبين على ايدك الشمال لفوق اهو، الابر ليفت هاند كورنر، في منظر جسم وارم لونه غامق، لونه اسود كده. انتوا عارفين دي الحسنه، انتوا عارفين كل واحد فينا ساعات يطلع له حسنه في وشه او في حته من جسمه، الحسنه دي تلاقيها مرتفعه عن الجلد شويه. هذا ورم حميد على فكره،
الورم الحميد لما كبر وصل للحجم الطبيعي بتاعه، ساعات يبقى صغير اكبر سنه بس ما بيزيدش عن كده، ويفضل معاك طول عمرك بدون اي مشاكل. هذا الورم يعتبر ورم حميد، وتلاقيه غامق. ليه؟ انتوا عارفين سبب لون الجلد في الانسان، صبغه سودا اسمها الميلانين، هي اللي بتخلي الاسود اسود والابيض ابيض. لو موجوده بكثافه يبقى الشخص اسود خالص، لا موجوده بدرجات مختلفه يقوم يتدرج لون الجلد، لغايه لو مش موجوده خالص يعمل لك الشخص اللي هو الالباينو او الالبينو. النطقين صح بس الباينو اصح لانها بريتش انجلش. فالالباينو يبقى ما فيهوش اي صبغه من دي خالص. الصبغه موجوده في جلدنا مش في كل خلايا الجلد، موجوده في خلايا خاصه في الطبقات السفلى من الجلد، بيسموا الخلايا دي ميلانوسايتس، اللي هي خلايا تكوين الميلانين. فالخلايا تكون الميلانين وتخزنه جواها فتتحول الى ازازه، زي ازازه الحبر، الحبر الاسود الشيني ده. فهذه الخلايا متوزعة متنطورة في جلدنا في الطبقات السفلى، وفوق منها طبقات من الجلد كتيرة، بس الطبقات الكتيرة الفوقية دي شفافة، وبالتالي انت لما بتشوف واحد من بعيد بتشوفه اسود، لانك بتشوف الميلانوسايتس اللي موجودة تحت الطبقات الشفافة. الميلانوسايتس مش كل الخلايا اللي في قاعدة الجلد كلها ميلانوسايتس، الميلانوسايتس تلاقيها مبعتره كده في على مسافات، كل ما تزيد عدد الخلايا وتقرب من بعضيها تخلي الشخص اسود جامد، اسود شديد السواد، لما عددها يقل يقوم يبقى اقل سوادا وهكذا، لغايه ما تختفي خالص في حاله الالباينو. بس انا لما ببص على واحد من بعيد ما بقلهوش منقط باسود، ليه؟ لان طبعا الخلايا صغيره جدا وجنب بعضيها وبينها خلايا طبيعيه، انا معاك، ولكن بيبقى المنظر عامل ازاي؟ زي ما اكون جايب ورقه وجبت ماركر باسود وقعدت تنقط نقط كتيره كتيره كتيره، النقط مش ملحومه ببعض، بعيده عن بعضيها وبينها حتت بيضة من الورقه، ولكن لو مسكت الورقه بعيد كده وتبص عليها تلاقي المنطقه كلها باينه كانها ايه؟ سودة كلها. هي مش سودة، هي الخلايا متوزعه على مسافات يعني. فالخلايا دي بتخش في تركيب الحسنه، زي ما انت شايف كده الحسنه لونها غامق لان خلايا الميلانوسايتس ابتدت تنقسم، بس وصلت لحجم معين وتوقفت. احيانا الميلانوسايتس بقى تخش في تتحول الى خلايا سرطانيه، فتبدا بقى في التضخم والانقسام السريع فتؤدي الى حاله الميلانوما اللي احنا شايفينها هنا. الثلاث صور الاخرين اللي موجودين في السلايد تبين حالات مختلفه من الميلانوما، بس كلهم يتفقوا في حاجه واحده، انك انت لو جبت ماركر وعملت رسمت الاوت لاينز اللي هي الخط الخارجي بتاع الميلانوما تلاقيه في الاخر عامل زي الاميبا، ملهوش شكل، زي لقمه القاضي زي ما قلنا. فده على طول دليل على ان ده ورم مرض خبيث، ده مالجننت كيس، يعني حاله اصابه بسرطان او بالمرض الخبيث. ولذلك دي مهمه جدا، الشخص اللي يطلع له اي بقعه في الجلد وما تبقاش منتظمه زي الحسنه وتبقى الريجولار كده غير منتظمه لازم فورا يستشير طبيب. يعني لو عملنا كلوز اب قربنا اكتر على واحده من الاصابات بتاعه الميلانوما هتبان زي السلايد اللي قدامكم دي، زي ما انت شايف منظرها عامل زي لقمه القاضي، ما تقدرش تقطعها الى نصين متماثلين زي ما قلنا. يمكن طبعا مش كل حالات الميلانوما بتبان بالشكل ده بالتحديد، ممكن تاخد اشكال تانية، بس زي ما احنا شايفين في السلايد الاخرى دي حالات مختلفة من الميلانوما، مفيش شكل شبه التاني ابدا، ولكن الصفة العامة بينهم ان هم كلهم غير منتظمين في الشكل الريجولر. يعني احنا قلنا السرطان ممكن يصيب الحيوان ويصيب الانسان وهيصيب النبات زي ما هنشوف النهارده. دي سلايد بتبين اصابه كلب بالسرطان وباين، بس السرطان هنا نشا في الجم اللي هي اللسه يعني، ولذلك لما تضخمت اللسه نزلت على السنان ومغطيه جزء من السنان اهي.
وحصل ميتاستاسيس وظهرت اورام سنويه هي عند العين الشمال بتاعه الكلب، طبعا هتبقى على يمينك وانت بتبص على السكرين. يعني ده الاصابه في كلب، انما هوريك سلايد ثانيه توريك اصابه بالسرطان في فار من فران التجارب. الفار ده احنا نايمينه على ظهره في الناحيه الشمال، يعني هيبقى هو على يمين الفار، ناشئ ورم كبير اهو تحت الجلد، نشا في المنطقه اللي فوق الفخذ الايمن للفار، لان الفار نايم على ظهره زي ما قلت لك، فهو على يمين الفار بس هيبقى على شمالك وانت بتبص على السلايد. فلما تيجي تقطع الجلد وعشان تشوف الورم اللي جوه، هتلاقي الورم مليان دم. لما تقطع الورم تلاقيه بيطلع كمية دم رهيبة. ليه؟ لأن الورم السرطاني ورم مكون من خلايا شديدة النشاط، very active، عمالة أولا حجمها ضخم، فالميتابوليك أكتيفتي بتاعتها عالية، اللي هو النشاط الميتابوليزمي، والتنفس عندها مرتفع جدا، الريت اوف ريسبيريشن عالي، محتاجة طبعا السيل ديفيجن سريع، فبيحصل فيها هايبر بلاجيا زي ما قلنا، فمحتاجة الغذاء جامد جدا واكسجين عشان تعمل الريسبيريشن، فلازم الدم يروح يمدها بهذه الايه، بهذه الاحتياجات بتاعتها. فتلاقي تنشأ داخل الأورام السرطانية كمية رهيبة من الأوعية الدموية اللي عشان تمدها بهذا الدم الذي يحمل كل متطلباتها من المواد الغذائية والأكسجين. وفي الوقت نفسه الورم السرطاني ملهوش فايدة للحيوان، وبيسحب كل الأكل ناحيته، عامل زي ما يكون بلعة بتاخد كل الغذاء اللي بيخش الجسم، فيظهر على الحيوان حالة أو على الإنسان المصاب حالة بيسموها المراسمس. مراسمس يعني الهزال، فتلاقي الجسم كله يهزل. ولذلك أحد أعراض السرطان أو الورنينج سيمتوم اللي هو العرض المحذر إن يخليك لازم تجري تروح تكشف عند طبيب، إذا حصل إن الوزن بتاع الشخص قاعد ينزل 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 يوم عن يوم بدون أسباب للنزول ده، فده يمكن دليل او تحذيري الى ان لازم يكشف. ليه؟ لان ممكن ينشا لا قدر الله سرطان في الكبد او في الامعاء، ويكون في حتت داخليه مش خارجيه، فالمريض ما ياخدش باله انما يحس انه بيخس. ولذلك المراسمس عباره عن هزال في كل الجسم، وباين في الشريحه اللي قدامك الفار العضلات بتاعته اللي هي تحت الجلد زي ما انت شايف كلها هزيله اهي نتيجه المراسمس. بص كده على السلايد اللي بعديها اوريك قد ايه حجم الورم ممكن يصل احيانا الى اكبر من حجم العيان نفسه. ده فار تجارب معموله اهو مصاب بالسرطان، احنا منايمينه برده على ظهره، وفي الجزء الشمال الفوقاني اهو باين دماغ الفار وسنانه والورم السرطاني. يمكن لو فصلته عن الحيوان وتوزنه تلاقيه وزنه اكتر من الحيوان. زي ما شفنا كده حالات السرطان بنت على الكلب وعلى الفران، انما هل بيصيب الحيوانات الكبيره زي الحصان مثلا والجمل والفيل؟ ايوه بيصيب الحيوانات الكبيره. دي صوره لحصان عنده اصابه بالسرطان في الجنب الايسر من دماغه في الركن بتاع بقه، وباين الورم السرطاني اهو. فالحصنة والحيوانات الكبيرة الحجم كذلك ممكن تتصاب بالسرطان. في الإنسان طبعا بالتأكيد كلنا نعرف أن الإنسان بيصاب بالسرطان، والسلايد اللي جاية دي بتوري حالة سرطان، سرطان جلد، ده سكين كانسر، نشأ في الجلد. وزي ما احنا شايفين احنا عارفين احنا قلنا السرطان ممكن ينشأ في أي حتة، أي خلية ممكن تتحول لسرطان، لو نشأ في الجلد يبقى اسمه سكين كانسر، سرطان جلد. إذا نشأ في الليفر الكبد يبقى اسمه ليفر كانسر، سرطان كبد. إذا نشأ في العظم يسموه بون كانسر، يعني ممكن السرطان ينشأ في العظم لأن العظم فيه خلايا حية. إذا نشأ في الدماغ في البرين أو في المخ يسموه برين كانسر وهكذا. فدي حالة من حالة السرطانات الجلد زي الميلانوما اللي فاتت، بس الميلانوما زي ما قلنا سرطان بيحدث في الخلايا بتاعت الميلانوسايتس. هنا سرطان في الجلد في خلايا ليست ميلانوسايتس وعملت الورم السرطاني اللي تحت العين. ده راجل استرالي على فكره وعنده حاله السرطان دي.
تعال اوريكم قد ايه السرطان مرض يعني يعني مرض فظيع. في السلايد اللي جايه دي ورم سرطاني على عيل مسكين نشأ عنده الورم في قاع العين في الجزء السفلي من العين، فطبعا شوه وشه كله ودفع بالعين الى اعلى زي ما انتم شايفين كده في السلايد، العين الشمال للعيان اللي هي هتبقى على يمينك انت وانت بتبص طالعه لفوق هي بسبب الورم السرطاني. السرطان ممكن ينشأ زي ما احنا شايفين كده في السلايد اللي بعديها قد ايه الورم ممكن يشوه العيان، وباين هنا ورم ضخم في الفك العلوي وباين جزء منه في تجويف الفم هو واحنا شايفينه، ودفع بالانف الى الشمال فبيعمل ديفورميشن او تشوه شديد للعيان. مرض فظيع، ربنا يكفينا ويكفيكم شره يعني. طيب بعد ما استعرضنا كده السرطان في الحيوان وفي الإنسان، هل السرطان بيصيب النبات؟ احنا قلنا أكدنا على ذلك في أول الحلقة، ودي سلايد بتبين فعلا إصابة بالسرطان في أحد النباتات، باين اهو النبات. السرطان في النبات غالبا ما ينشأ قرب سطح الأرض زي ما انت شايف كده، في ورم سرطاني وساق النباتة هي باينة، وطبعا زي ما قلنا الورم السرطاني بيستنزف الغذاء من النبات فبيسحب الاكل كله منين؟ من النبات فيضعفه، عشان كده حاطين ورا النبات سبورت اللي هي دعامه يعني علشان ما تخليهوش يقع. السرطان ممكن يزيد في الحجم واحيانا زي ما قلنا يزيد عن حجم العضو المصاب زي ما احنا شايفين كده في السلايد اللي بعديها، ده جذر نبات البنجر على فكره، بس البنجر ده غير البنجر اللي احنا بنعمله سلطه في البيت، البنجر بتاع البيت اسمه التيبل بيت، بنجر المائده، وده لونه احمر عشان فيه صبغه الانثوساينين الحمراء، فدي بنعمله سلطه، انما في ابن عمه بنجر تاني بيسموه الشوجر بيت، اللي هو بنجر السكر، وده اللي باين الجذر بتاعه لونه ابيض مش احمر، اللي هو على ايدك الشمال ده. ده جذر البنجر على فكره، ده جذر ضخم يعني ممكن يوصل حجمه قد عيل صغير طوله وطول كده، فجذر ضخم جدا. والنبات البنجر الشوجر بيت ده فيري سوسيبتبل او هايلي سوسيبتبل، قابل للاصابه بشده للسرطان بالسرطان، ولذلك على يمينك اهو في ورم سرطاني ضخم، يمكن لو فصلته عن الجذر البنجر وتوزنه يمكن وزنه يبقى اكبر من الجذر نفسه. السلايد الثانيه بتبين حاله سرطان في نبات الدورانتا. انتوا عارفين نبات الدورانتا ده نبات زينه، الناس اللي فاميليار بيه او يعني على معرفه بيه يعرفوه من الاوراق بتاعته. بصوا كده في قمه السلايد الاوراق الخضراء باينه هي وفرايجيتد يعني مبرقشه، نبات مشهور من نباتات الزينه، وباين في قرب سطح الارض نوعين من الاورام، ورم الانسجه بتاعته غامقه على ايدك الشمال، ورم جنب منه الانسجه بتاعته فاتحه. فالنبات ده اصيب بسببين للسرطان هنعرفهم بعد شويه يعني. المهم ان لما تشوف قد ايه حجم الورم في السلايد دي وتقارن سمك الساق، لو واحد يبص كده بين الاوراق هيلاقي ساق النبات تقريبا تخن صبعي، فتصور ان ساق النبات تخن صبعي والاورام دي كلها نشات على الساق، شوف حجمها قد ايه، فنمو السرطان نمو لا نهائي يعني. السرطان احنا اتفقنا بينشا عن قرب سطح الارض، وانا عندي هنا نموذج حقيقي من نبات مصاب بالسرطان اهو، وده نبات حقيقي يعني عليه اورام سرطانيه زي ما احنا شايفين كده، ولما كان مزروع في الارض كان بالمنظر ده، سطح الارض هنا ودي المنطقه اللي ظهر فيها الورم. احنا عارفين ان النبات ليه مجموعين، شوت سيستم مجموع خضري اللي هو الجزء اللي فوق سطح الارض، وروت سيستم او مجموع جذري اللي هو موجود تحت سطح الارض. الجزء من الساق اللي بيفصل بين الشوت سيستم والروت سيستم بيسموه كراون او التاج، منطقه التاج او الكراون، عشان كده الورم لما بيظهر في الاول بيسموه الكراون جول،
علماء أمراض النبات أو طب النبات يسموا الورم كراون جول اللي احنا بنسميه كانسر. فهذا الكانسر في كل صفات الكانسر الأربعة اللي احنا قلناها قبل كده، أهم صفة باينة هنا حالة الميتاستاسيز اللي هو انتشار الورم في أماكن أخرى من النبات، زي ما احنا شايفين هو بدأ هنا وممكن يظهر في أماكن أخرى تانية سكندري ويظهر على بقية النبات فوق. الورم ده نشأ هنا ليه؟ لأن المفاجأة بقى ليكم أن مرض سرطان النبات هو الحالة الوحيدة للسرطان في الطبيعة اللي هو ثبت أنها نشأة عن إصابة بالبكتيريا، ليست نتيجة إشاعات وليست نتيجة مواد كيماوية وليست نتيجة إصابة بالفيروس، ولكن نتيجة إصابة ببكتيريا. هذه البكتيريا اسمها Agrobacterium tumefaciens، اسمها العلمي، وكلمة انتوا عارفين الاسم العلمي بيتكون من اسمين، الاسم الاولاني بيسموه جينوس او الجنس Agrobacterium، والاسم الثاني اللي هو بيسموه النوع او السبيسيز، سبيسيز او سبيشيز النطقين صح بس سبيسيز اصح لانها بريتش انجلش. فAgrobacterium tumefaciens، شوف الاسم بتاع النوع اسمه ايه، تيومي فيسنس، مشتقة من كلمة تيومر، وتيومر معناها ورم، عشان كده بيسموه تيومي فيسنس، يعني البكتيريا القادرة على احداث الاورام. فالبكتيريا موجودة في السويل عايزة اي جرح في النبات تخش فيه وتروح محولة خلية من خلايا الجرح من خلية نورمال الى خلية سرطانية كانسرس. وهنعرف الميكانيكية ازاي بتتم ازاي العملية. فالجرح طب النبات هيتجرح ازاي؟ المزارع ممكن وهو بيعزق الارض وبيشيل الحشائش من حوالين النبات يعور النبات كده ايه بدون قصد يعني، فالجرح ده البكتيريا تخش منه. ممكن تكون في حشره في الارض تقعد تاكل تقرقد في النبات تعوره فتعمل جرح البكتيريا تخش منه. ممكن النيماتودة، احنا عارفين النيماتودة دي عبارة عن ديدان صغيرة قوي ما تتشافش بالعين وموجودة في السويل وممكن تخرم بعض خلايا النبات أثناء تغذيتها على النبات فتعمل ثقب رفيع. هذا الثقب رغم انه هو مايكروسكوبيك ووند يعني جرح مايكروسكوبي ما تتشافش بالعين، انما بالنسبة للبكتيريا مغارة ممكن تخش منها فتعتبر جرح ممكن البكتيريا تخش بيه. أول ما البكتيريا تخش جوه تحول خلية زي ما قلنا من نورمال إلى كانسرس فينشأ الورم السرطاني الأولي، وبعد كده يحصل حالة الميتاستاسيس وينتشر في بقية النبات. هوريكم أنا السلايد اللي جاية دي توري لك نبات مبين فين مكان نشوء الورم على نبات كامل، الشوت سيستم فوق اهو اخضر والروت سيستم تحت، وشوف الورم السرطاني ناشئ فين في منطقة الكراون. ولذلك علماء طب النبات زي ما قلت لك بيسموه كراون جول او يسموه كانسر، الاسمين يعني زي مصطفى وابو درش الاسمين لنفس الشيء يعني. فالسلايد اللي بعديها بتوري سرطان على شجرة كبيرة، وزي ما انت شايف كده ورم سرطاني ضخم، ده البرايمري تيومر ظاهر قرب سطح الارض اهو، وشوف السهم اللي طالع لفوق بيقول لك ان حصل ميتاستاسيز وانتقل الورم وظهر في مكان علوي اهو، ده سكندري تيومر يعتبر، وممكن ينشا في اماكن اخرى على بقيه الشجره لدرجه ان الاوراق نفسها ممكن يظهر عليها اورام اوراق الشجر. السلايد اللي بعديها بتبين حاله سيفير ميتاستاسيز او اكستنسيف ميتاستاسيز، يعني ميتاستاسيز انتشر في كل جسم الشجره وظهر الورم على كل جسمها، هتلاقي اورام على الشجره على الجزء اللي ظاهر على الشجره الترنك اللي هو الجذع الرئيسي والفروع بتاعتها، وفي اورام مشابهه على الروت سيستم بس احنا ما احناش شايفينها، انما طبعا الشجره كلها ماتت اهي نتيجه الاصابه بالسرطان. انتوا عارفين اول واحد يشوف الاورام، طبعا الناس ما كانتش لسه شافت الاورام السرطانيه، فاول واحد شاف الاورام السرطانيه ده كان عدى من حوالي 120 سنه. كان في راجل عالم بتاع امراض نبات، راجل مشهور قوي اسمه ايروين فرانك سميث. الراجل ده باين الصوره بتاعته على السلايد اللي انا موريها لكم دلوقتي دي. هذا العالم الامريكي
كان أول من وصف الورم بتاع السرطان وعزل البكتيريا المسببة ليه. الراجل ده اسمه إروين فرانك سميث زي ما قلنا، والناس علماء أمراض النبات يعرفوه كويس جدا لأن عندهم بكتيريا بتسبب أمراض كتيرة في النبات اسمها إروينيا. إروينيا دي متسمية على اسمه، على اسم إروين. هذا الرجل في سنة 1890 يعني من 120 سنة اكتشف الأورام السرطانية على النبات وأثبت أنها ناتجة عن بكتيريا اللي احنا قلنا عليها اللي سميت بعد كده بالأجروبكتيريوم تيوميفيشنز. لما عزلوا البكتيريا دي ونموها على الأطباق على أطباق بيتري اللي هي بيتري بليتس اللي بنستعملها في المعامل، بالمناسبة في بعض الناس يسموا بيتري بليت بيتري ديش، طبق بيتري، بس على فكرة التسمية دي مش دقيقة قوي لأن كلمة ديش لينجويستيكالي يعني من الناحية اللغوية إن يبقى طبق عميق كده، وطبق بيتري مش عميق، طبق بيتري مفلطح كده يعني ارتفاعه حوالي سنتي وشوية وكم ملي وقطره 9 سنتي، فهو طبق مفلطح يعني، ولذلك المفروض يتسمى بليت وليس ديش، فهو بيتري بليت أفضل ما تقول عليه بيتري ديش. وكلمة بيتري جاية من اسم العالم اللي هو عمله واستعمله أول مرة، ولذلك لما تكتب بيتري بليت في نص الكلام لازم تكتب بيتري كابيتال بي على أساس إن هو اسم علم يعني. هي بس دي معلومة جانبية كده حبيت أشير إليها بالمناسبة. فلما يحطوا بيئة غذائية في بيتري بليت وينموا عليها البكتيريا المعزولة من الورم السرطاني على الشجرة تقوم تطلع مستعمرات البكتيريا زي ما انت شايف كده، طبعا بيئة خاصة عشان ايه تسلكت البكتيريا دون البكتيريات الاخرى اللي ممكن تبقى ملوثة للجرح يعني للورم يعني. فدي مستعمرات البكتيريا أجروبكتيريوم. لو خدت خلية منهم وبصيت عليها بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الالكتروني النافذ اللي هو بيبين محتويات الخليه من الداخل، هتلاقي شكلها زي ما هو باين قدامك كده، بكتيريا عصويه رود شيبد. بكتيريا نفسها بالسكاننج الكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الالكتروني الماسح اللي هو بيصور السطوح بس من غير ما يشوف الداخل، بتبان البكتيريا بالمنظر اللي قدامك ده، شبه المنظر ده بالظبط، بتبقى عامله زي صوابع الكفته كده، فهي بكتيريا رود شيبد يعني. لو خدت خلية واحدة وقطعتها بالطول كده هتلاقي المادة الوراثية جواها جوه البكتيريا دي. المادة الوراثية في البكتيريا أنا عامل موديل هنا، هو المادة الوراثية زي ما قلنا هي عبارة عن الدي ان ايه، والدي ان ايه في البكتيريا أجروبكتيريوم تيوميفيشنز زيها زي بقية البكتيريات مكونة من جزء دي ان ايه، والدي ان ايه زي ما اتفقنا في حلقات قبل كده مكون من شريطين تو سترانز، وبيبانوا من بعيد كأنهم تويستد على بعض يعني، فبيبانوا بشكل ما يسمى بالدبل هيليكس. بس في البكتيريا الدي ان ايه سايكليك يعني دائري بالمنظر ده، فملحوم ما تعرفش مكان اللحمه فين، انما المنطقه من هنا لهنا ممكن تبقى الجين نمره واحد، من هنا لهنا يبقى الجين نمره اثنين، الجين نمره ثلاثه، الجين نمره اربعه، وانت ماشي كده لغايه اخر جين. على فكره الكروموسوم ده او جزء الدي ان ايه الحلقي ده اللي موجود في البكتيريا بيحمل اكتر من 3-4000 جين، يعني عدد الجينات بالالاف على هذا الكروموسوم، هو ده اللي بيسموه جاينت كروموسوم او البكتيريال كروموسوم، الكروموسوم العملاق او الكروموسوم البكتيري اللي بيحمل كل الجينات المسؤوله عن كل صفات الخليه البكتيريه اللي موجود فيها. وجدوا ان البكتيريا أجروبكتيريوم تيوميفيشنز احيانا يوجد فيها كروموسوم مسخوط زي ده كده، بيبقى محيطه 1/12 من محيط الجاينت كروموسوم. هذا الجزء اللي بنسميه البلازميد، بس لو كان موجود في البكتيريا بيسموه التي اي بلازميد، وبيحول البكتيريا الى بكتيريا باثوجينيك او فيريولنت، يعني يحولها الى بكتيريا قادره على الاصابه. لو فقد من البكتيريا لان البكتيريا ممكن تفقده،
ولما تفقده تتحول إلى أفيريلنت، إلى غير قادرة على الإصابة. يعني لو خدت البكتيريا وفيها الكروموسوم الكبير، بس أنا يمكن أوريكم الكروموسوم اهو، لو الكروموسوم الكبير بس موجود في البكتيريا ومن غير البلازميد، وتاخد البكتيريا تحطها في جرح ما تسببش سرطان. لازم يكون البلازميد موجود. لو البلازميد دخل الخلية تاني تتحول البكتيريا إلى فيريولنت، يعني قادرة على إحداث الإصابة وإنتاج السرطان. فلو عديت النبات ودخلت البكتيريا في جرح يظهر عليه الأورام السرطانية. يبقى إذا هذا البلازميد مربوط أو مرتبط بالقدرة على إحداث الورم السرطاني، عشان كده سموه التي آي بلازميد. وكلمة تي آي معناها تيومر انديوزينج بلازميد، فخدوا الحرف الأولاني اللي هو تي من تيومر، وخدوا الحرف الأولاني اللي هو آي من انديوزينج، وبقى اسمه تي آي بلازميد. أنا عامل موديل للتي آي بلازميد علشان يسهل الشرح، بدل ما نستعمل الموديل السلك الصغير ده هستعمل الموديل الكبير ده. فالبلازميد عامل بالمنظر ده، عامل زي الخاتم اللي بنلبسه في صوابعنا، بس خاتم ليه فص، ليه فص. هذا الفص اللي أنا عامله بلون أصفر هنا، هو طبعا دي إن إيه ليس له لون، بس أنا عامله أصفر علشان بس يسهل الشرح. هذه المنطقة مكونة من 13 جين، بعض هذه الجينات مسؤولة عن تكوين بعض الهرمونات. انتوا عارفين النبات عنده هرمونات كتيرة، انواع كتيرة من الهرمونات. في نوعين اساسيين، الاوكسينز الاوكسينات والسيتوكاينز. ففي جينين موجودين من ضمن ال 13 جين اللي هنا بيتحكموا في تخليق هرمون الاوكسين، وفي جين ثالث في جنبيهم بيتحكم في تخليق هرمون السيتوكاينين. الاوكسين بيؤدي وجوده في الخلية الى زيادة حجمها، اما الجين بتاع السيتوكاينين لما يكون سيتوكاينين، السيتوكاينين بيؤدي لزيادة معدل انقسام الخلية. ولذلك بيسموا الجينات اللي هي بتتحكم في تكوين الهرمونات دي بيسموها الانكوجينيك جينز، الجينات المسؤولة عن إحداث الورم. ليه؟ لأن لما الجينات دي تكون الهرمونات اللي قلت عليها، فالأوكسين تزود حجم الخلية والسيتوكاين تخليها تنقسم بسرعة، وبالتالي بتنشئ الورم السرطاني. طيب هذه المنطقة اللي اسمها تي دي ان اي، ال 13 جين على بعضهم بيسموهم تي دي ان اي، دي جزء من التي اي بلازميد. كل البلازميد بيسموه تي اي، اما الجزء ده بس يسموه تي دي ان اي. فتي دي ان اي ليه سموه تي دي ان اي؟ لان كلمه تي جايه من ترانسفير، يعني الدي ان اي الذي تنتقل منه نسخه وتخش جوه الخليه بتاعه النبات وتندمج في احد كروموسوماته، كروموسومات الخليه. فيبقى اذا بتتنقل نسخه من منطقه التي دي ان اي تخش احدى خلايا الجرح بتاعه النبات وتندمج في احد كروموسوماته وتكسبه هذه الجينات، وبالتالي هتكسبه القدره على تخليق الهرمونات اللي هي هتسبب حاله السرطان فيه. طبعا الميكانيكيه اللي بيتم بيها هذا النقل ميكانيكيه معقده، ما ينفعش نقولها في حلقه زي دي، هقولها في حلقه اخرى. انما اللي عايز اقوله ان لما دي بتتنقل نسخه منها، هي زي ما قلت بتتنقل نسخه وليس هي بذاتها، يعني دي ما تتقطعش من التي اي بلازميد وتتنقل والبلازميد يفقد الحته الصفراء دي، لا ده بيتنقل نسخه منها. لما تتنقل تقوم تروح لمين؟ لتخش في احدى خلايا الجرح بتاع النبات وتعدي السيتوبلازم وتخش جوه مين؟ جوه النواه. لما تخش جوه نواه الخليه، نواه الخليه فيها كروموسومات كتيره بتاعه النبات. الكروموسوم زي ما قلنا لينير، يعني طويل كده، مختلف عن الكروموسوم في البكتيريا، البكتيريا كان حلقي، لا هنا في النبات بيبقى الكروموسوم طويل. فبتيجي الحته الصفراء اللي هي تي دي ان اي وتندمج جوه الكروموسوم، فيتحول الكروموسوم الى الشكل ده. يندمج فيه مين؟
الجزء بتاع التي دي ان ايه اللي هو بيحمل الانكوجينيك جينز، فتنتج الهرمونات داخل الخليه بكميه كبيره. طبعا الاوكسين والسيتوكاين موجودين في الخليه العاديه الطبيعيه، بس الجينات اللي بتخلق هذه الهرمونات بتخلقها بكميه قليله وموجوده على كروموسومات النبات العاديه، وبتكونها بالكميه بالقدر اللازم لوصول الخليه للحجم الطبيعي ولتمكنها من الانقسام بالمعدل الطبيعي. فلما يخش لها منطقه التي دي ان ايه تبتدي تخلق الهرمونات دي بتركيز عالي جدا، فعشان كده بينشا الورم السرطاني ويصاب النبات بالسرطان يعني. وبذلك اكون يعني ايه يعني وضحت السرطان في النبات، واتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه، وان شاء الله في مناسبه ثانيه نتكلم على المولوكولار ميكانيزم او الميكانيكيه الجزيئيه لكيفيه حدوث السرطان. والى ان نلتقي، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.